تياغو تحول مرة أخرى في الجهة اليمنى، الريال في حالة هجوم ومتبادلة مع ديارة، وديارة ماخذ له مكان، والكرة لا زالت خطيرة عند جوتي. جوتي في الجهة اليسرى والريال وجوتي، وكرة الحط في الجول. راؤول يضرب برشلونة، وراؤول يضرب الرقم القياسي ويسجل أول أهداف المباراة لمصلحة ريال مدريد. ريال مدريد ولاعبه الفذ راؤول مباشرة يسجل الهدف رقم 15 عند 14 هدف. الآن الهدف رقم 15 يضرب الرقم القياسي في كل شيء، يضرب رقم دي ستيفانو، وبالتالي هو الآن يسجل أول أهداف المباراة. لاحظ مرة أخرى في الزاوية، انحطت في الزاوية بهذا الشكل راؤول. نعم أنا راؤول، ولسان حال راؤول يقول أنني حاضرا، لكن لاحظ اللعبة من البداية، اللعبة وكرات متبادلة في الأخير وصلت إلى راؤول. راؤول الحقيقي بمستواه الحقيقي الآن يلدغ برشلونة بالهدف الأول، وبالتالي ريال مدريد هدف، برشلونة لا شيء. كل الأرقام القياسية الآن عند راؤول.